احتفلت محافظات مصر كافة بذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نظمت مديريات الأوقاف بالمحافظات احتفالات شملت فعالياتها قراءة القرآن الكريم ومديح النبي صلى الله عليه وسلم. وتناولت الخطب والكلمات التي ألقيت في هذه الاحتفالات أخلاق النبي وسنته وضرورة الاقتداء به. احتفالا بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أقامت مديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة احتفالات بكبرى المساجد بها لمشاركة مواطني هذه المحافظات فرحتهم بذكرى المولد النبوي الشريف. مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد نظمت احتفالية كبرى بمسجد ناصر بمدينة الخرجة، أكدت خطبتها على ضرورة الاقتداء بأخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وخلقا. كما نظمت محافظة المنيا احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا، شملت بعض المدائح النبوية في حب الرسول الكريم. وأكدت كلمة مديرية الأوقاف ضرورة الالتزام بالقيم الإنسانية والعبرة والقدوة الحسنة من السيرة النبوية ومدى سماحة الرسول الكريم ومكارم الأخلاق. الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بمسجد السيد يوسف بالكرنك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تناولت الكلمة التي ألقيت فيها ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الحث على اتباع هديه وسنته. واحتفلت محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الحفل الذي نظمته مديرية أوقاف مطروح. بدأت الاحتفالية بقراءة آيات من القرآن الكريم، وأكدت الخطبة التي ألقيت بها أهمية الأخلاق وإيقاظ الضمير لإحياء الأمم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسط ابتهالات جموع المصلين والدعاء لمصرنا الحبيبة بالخير والنماء، أقيم احتفال محافظة أسوان بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحاج حسن. شملت فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كلمة أكدت أن ميلاد رسولنا الكريم كان مصدر الخير والنماء للبشرية كلها بمختلف فئاتها وأطيافها. احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمحافظة سوهاج نظمت بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، وهنأت المحافظة الشعب المصري عامة وأبناء وأهالي سوهاج خاصة بحلول الذكرى العاطرة لمولد الهدى ونور البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محافظة كفر الشيخ نظمت مديرية الأوقاف بها الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، وجاءت كلمة الحفل بعنوان هذا هو الإسلام، أكدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة نهتدي بها في الظلمات وبعث رحمة للعالمين، ونقف من خلال تعاليمه في وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.